مساء الخير، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. التغطية ما زالت مستمرة على إكسترا نيوز. الساعة دي هنتناول فيها التصعيد في الشرق الأوسط وبطبيعة الحال الوضع بالتأكيد في لبنان. أهلا بحضراتكم. بداية الأخبار بدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى حل دبلوماسي في وقت تواصل فيه إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله في لبنان ومحذراً من حرب شاملة. قال في خطابه أيضا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اندلاع حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكنا. لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم أن لبنان يجب ألا يصبح غزة أخرى. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب أن نشعر جميعا بالفزع إزاء التصعيد، ولبنان أضحى على حافة الهوية، والشعبان اللبناني والإسرائيلي وشعوب العالم أجمع لا يمكن أن تتحمل أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى. وأضاف الأمين العام أن مستوى عدم المساءلة في العالم غير مصوغ سياسيا وغير مقبول أخلاقيا، وبعض الحكومات تشعر أنها معصومة عن المساءلة، ويمكن القول على أو الدوس على القانون الدولي وضرب الاتفاقيات الدولية بعرض الحائط، وتستطيع ازدراء القانون الدولي الإنساني الذي من شأنه أن يهلك المجتمعات برمتها. وأضاف نحن نشهد عصر لا مساءلة في الشرق الأوسط، وتبقى غزة كابوسا لا يخبو وقد يدفع بالمنطقة جميعها في أذياله، وكذا لبنان وما يحصل بها من تصعيد يسبب قلقا للعالم. نبدأ النقاش مع حضراتكم ومع ضيف الأستاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تحياتي حضرتك أستاذ محمد. هل نستطيع أن نقول أنه بالأمس فقط يعني هو اليوم الأول للمواجهة الجدية بين حزب الله وبين إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من حزب الله، منها كانت استهدفت قاعدة عاموس الإسرائيلية، وفجر اليوم مطار عسكري إسرائيلي في عفولة؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع قراءة الوضع الحالي ما بين أو المواجهة الحالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يجب أن نضع في اعتبارنا عندما نقوم بها حقيقة أن الوضع الحالي هو نتيجة لما كان الحال عليه على هذه المنطقة وفي قطاع غزة على مدار العشرة أشهر الماضية. بمعنى أننا نتحدث عن أن المفتاح الأساسي لما نحن فيه الآن هو العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وما حدث في قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية. هذا يعني هذا مرتكز أساسي عندما نتناول هذا الموضوع أو هذا الملف. أيضا نتحدث هنا أو نتناول هنا في هذا الجانب ما يرتبط به أن هذه المواجهة أو التصاعد الذي تم في نستطيع أن نقول قواعد الردع أو قواعد الاشتباك ما بين حزب الله وإسرائيل والتي تمت خلال اليومين الماضيين، هذا الارتفاع أو هذا التصعيد في الأساس منبعه هو جانب الذي من البداية ومنذ العمليات التصاعد هناك يعني تصريحات واضحة ونوايا واضحة من جانب إسرائيل بأننا الهدف الأساسي لنا هو إنهاء العمليات في قطاع غزة أو الوصول في قطاع غزة إلى نتيجة ترضي إسرائيل أو تحقق ما تراه أنه الاستراتيجي ومصالحها في قطاع غزة، من ثم نقل العملية برمتها ونقل الزحم القتالي والتصعيد إلى المنطقة التي توجد على الحدود اللبنانية. وهذا الهدف نرى اليوم أنه إسرائيل في طريق أو يعني في المسار الذي تريده لتحقيقه،
نقلت العمليات العسكريه والزخم الاعلامي والتأمين الدولي الى منطقه الحدود مع لبنان، واصبحت الوضع كما طلبت ضبابيا وغير المحاولات المصريه والمحاولات الدوليه والاسرائيليه من اجل وقف القتال في قطاع غزه والوصول الى نتيجه سلميه باءت بالفشل وافشلتها اسرائيل في الواقع عده مرات. وبالتالي نحن هنا نتحدث عن ملفين مترابطين ممكن تفصل بينهما مهما حاولت اسرائيل ان تجعل. بس فيما يتعلق بالوضع بلبنان استاذ محمد، يعني هل هناك اي مقترحات قدمت للفصل في هذه الحرب او للتخفيف من وطأتها حتى الان؟ يعني بطبيعه الحال العمليات الحاليه الجميع يعني يعتبر مصدوم بحجم التصعيد المتسارع الذي حدث خلال الامس واليوم. تحدث عن عشرات او مئات الضحايا في الجانب اللبناني، تحدث عن تدمير شديد جدا للمدن الواقعه في الجنوب اللبناني، يتحدث عن وصول الغارات الاسرائيليه الى منطقه البقاع الغربي وحتى قصف البيوت اليوم للمره الخامسه منذ اكتوبر الماضي. نتحدث ايضا عن ان حزب الله من جانبه اصبحت عملياته الصاروخيه تصل الى 60 كيلومتر في العمق الاسرائيلي في مناطق شرق وجنوب شرق حيفا، وبالتالي يعني من الصعب في هذه المرحلة إيجاد أو طرح أي طرح سلمي لمحاولة وقف النار. ولكن أعتقد أن جميع الأطراف هي يعني تهتم بعدم وصول التصعيد مرحلة لا توجد مصلحة لأي طرف إلا أم الحكومة الحالية التي تريد أن تجعل الداخل الإسرائيلي يقتنع بأن المعركة لا علاقة لها بالفشل الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة أو الجرائم التي تم ارتكابها في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي غيرها، بل أن المشكلة هي أننا نواجه حزب الله وأننا نحقق انتصارات عليه، وبالتالي هذا أمر يرتبط بالداخل الإسرائيلي ويرتبط أيضا بالوضع الدولي الحالي في ظل قرب الانتخابات الأمريكية وفي ظل الأزمات الأخرى المرتبطة بالوضع الدولي خاصة الأزمة في أوكرانيا، وبالتالي تحقيق أهدافنا. أستاذ محمد، يعني الصوت بس مش واضح علشان أقدر نستفيد من تعليق حضرتك. تمام يا فندم. إسرائيل حاليا في هذا التوقيت تحاول أن تستغل الظرف الدولي والظرف الإقليمي الحالي من أجل أن تقوم بما يمكن أن تستطيع أن تقوم به في اتجاه حزب الله من هدم لقدراته التسليحية وتأثير على مستوياته القيادية، وهي تستغل في ذلك أن حزب الله في النهاية لا يريد الدخول في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل في هذا التوقيت، ولا توجد أي دولة حتى في الإقليم أو حول العالم تريد أن تدخل في هذا المجال. إسرائيل تغير هذه المرحلة من أجل تحقيق أهدافها. ولكن بطبيعة الحال بالأمس كشفت إسرائيل في تصريحات يعني ربما غريبة عن ما تقوله الآن أنت أستاذ محمد، أنها منفتحة على تهدئة التوترات إذا كان حزب الله على استعداد للتوصل لترتيب لوقف إطلاق النار، وهذا تصريح غريب. هو تصريح غريب، لكن لو رأينا أو نظرنا إليه بنفس المنظور الذي رأينا به تصريحات سابقة لإسرائيل التي تقول أنها مستعدة أن تفتح ممر آمن لخروج قيادات كتائب القسام من قطاع غزة، لنفهم أن هذا التصريح هو في الأساس تصريح يقول العكس، يقول أننا منفتحون على استمرار التصعيد طالما أننا نرى أن الجانب الآخر مكبل بقيود عدة تتعلق بالوضع الداخلي في لبنان وتتعلق بالوضع الإقليمي أيضا حول هذه المنطقة حاليا. مسألة أنه اليوم شهد زيارة مهمة، زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لورديان لبيروت، كيف ترى أهمية الجهود الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد اللي وترته بكل أسف يعني شديدة السرعة؟ بالطبع العمل الدولي والعمل الفرنسي بالتحديد فيما يتعلق بلبنان هو يعني له جوانب مهمة أو له ارتباطات مهمة، ولكن أعتقد أن الوضع الحالي يتعدى بكثير الدور الفرنسي أو أي دور دولي، ولكن أعتقد أن من المهم بالمكان أن تستمر هذه الجهود وأن حتى يتم تفعيل جهود عربية، وأعتقد أن مصر لديها رؤية في هذا الأمر، خاصة أن دورها فيما يتعلق بقطاع غزة كان مشهودا به وحقق نتائج، برغم أن الظروف أيضا في قطاع غزة كانت تصعيدية مشابهة للوضع الحالي في جنوب لبنان. مسألة أنه حزب الله يعني بكل أسف يقامر حتى بمستقبل اللبنانيين بعدم المغادرة، هذا التفكير ماذا يعني؟ بالتأكيد اللبنانيين المدنيين يدفعون ثمنه، لكن المستقبل مجهول أستاذ محمد في هذه المسألة.
بالتأكيد ما حدث في جنوب لبنان من دمار خلال هذه المرحلة وفي المراحل السابقة خلال الأشهر الماضية بالتأكيد هو أمر يدمي القلوب، كما يعني قلوبنا تدمى أيضا بسبب الدمار الواسع الذي تم في قطاع غزة والقصف المستمر على مدار أشهر الماضية. ولكن أعتقد أن الهدف الأساسي والهدف الذي يجب أن يكون هو المسعى الذي تقوم به كافة الأطراف هو وقف هذه الجهاز. هذا هو الهدف الأقرب. ومصر كانت يعني فيما يتعلق بقطاع غزة نعود مرة أخرى نتحدث عنه أنها كانت دوما تقول أن مفتاح إنهاء الوضع أو توتير الأوضاع في المنطقة هو وقف القتال في قطاع غزة. أي يعني محاولات للقبض فوق هذا المطلب أو التعامل مع الأمور على أنها أوامر سوف يتم إملاءها على الطرف الآخر المقابل لك هي لن تنجح. وقف القتال هو الحل الأساسي والوحيد للمأزق الحالي الذي تعاني منه المنطقة كلها. ونحن نرى امتداد كرة النار من قطاع غزة إلى مناطق أخرى، وفي الوقت الحالي الذي نحن فيه إمكانية حدوث يعني تصعيد إقليمي واردة جدا في ظل أن الأوضاع الأمنية المتوترة على كافة المستويات فيما يتعلق بالملاحة في البحر، فيما يتعلق بتصاعد بعض الأنشطة الإرهابية الموازية، فيما يتعلق بممارسة بعض الدول إرهاب الدولة فيما يتعلق بالأزمات. وبالتالي هذا بشكل مفتاحه الأساسي هو إيقاف النار والوصول إلى تهدئة تكون بمثابة حقن لدماء المدنيين بجميع أشكالهم وبجميع جنسياتهم. هذه الحرب سلطت الضوء على الترسانة العسكرية للجانبين الإسرائيلي وأيضا لحزب الله، واللي بالتأكيد تتفوق إسرائيل تكنولوجيا وعسكريا وعلى جميع المستويات. لكن لماذا يضحي حزب الله بنفسه؟ يعني هل لحماية نفسه، هل لحماية أرضه، أم لأهداف أخرى للوكلاء؟ يعني استطيع أقول أن ما استهلت الحرب في قطاع غزة وما يعني تلاها أو تبعها أو توازى معها من تحركات من أطراف أخرى في المنطقة، نتحدث عن جنوب لبنان، نتحدث عن في بعض الأحيان الجانب السوري، هذه المناطق أو هذه الدوائر جميعها ترتبط تحركاتها في الأساس بما حدث في قطاع غزة. وهنا أنا أريد أن أشدد على نقطة مركز أساسي مصر تحدث عنها سابقا، وهو أن هذه التحركات بغض النظر عن مضمونها وبغض النظر عن أهدافها هي في الأساس كانت نتيجة لتحركات إسرائيلية أساسية في قطاع غزة. وبالتالي وقف هذه التحركات يعني بالضرورة أنه بالإمكان التعامل مع هذه الأطراف أو التعامل مع الطرف الأصيل الذي يشرف عليها أو يتعامل معها، وبالتالي وقف التصعيد، لأننا كما ذكرت سابقا لا توجد أي مصلحة لأي طرف في المنطقة دخول المنطقة في هذا التصعيد الذي له انعكاسات اقتصادية وانعكاسات عسكرية وسياسية وحتى انعكاسات تتعلق بأمن المنطقة سواء الأمن البحري أو فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة الظواهر الإرهابية. بالأمس وزير الخارجية المصري وكذا اللبناني يعني طلبوا المجتمع الدولي بالقيام بدوره، وهذا مطلب أساسي ويعني مكرر ومعاد في أوقات مشابهة كالأوقات العصيبة التي يمر بها لبنان حتى غير من الدول العربية. يعني هل هناك ضغوط دولية على إسرائيل ربما يمكن أن تمارس في الفترة القادمة ويكون الضغط مجدي، وهذا الأهم؟ أعتقد أن المشكلة الأساسية هنا والتي ربما تستغلها إسرائيل تتعلق بالانتخابات الأمريكية وقربها ودخول الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من نستطيع أن نقول الثبات السياسي على المستوى الإقليمي، حتى أن ردود فعل الأمريكية أصبحت تكاد تكون ترتبط بأننا سوف نرسل تعزيزات عسكرية أو حاملة طائرات إلى شرق المتوسط ولدينا حاملة طائرات أيضا في البحر الأحمر. وبالتالي يقتصر الدور الأمريكي هنا على محاولة تحجيم أو السيطرة على التوترات وليس إدارتها، وبمعنى أن هنا نتحدث عن أن الولايات المتحدة في هذا التوقيت تقوم بإدارة الصراع ولا تحاول أن تقوم بحله أو إيجاد حلول، لأن هناك ربما تكون إدارة جديدة ذات توجهات مختلفة في البيت الأبيض. هذا على مستوى الولايات المتحدة وهي الطرف الأهم على المستوى الدولي، ولكن أعتقد أن الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة أيضا وبسبب الأوضاع في أوكرانيا لا تتوفر لديه يعني أوراق كثيرة للضغط على إسرائيل التي تجد نفسها الآن أمام مرحلة أو حقبة تستطيع أن تتعامل فيها على الأرض وعلى المستوى السياسي بأريحية كبيرة، وهذا نراه في حرب مستمرة منذ نحو عام الآن في قطاع غزة، وهذا أمر لم يسبق أن حدث في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام. بكل الأسف بشكرك شكرا جزيلا طبعا على انضمامك لنا الأستاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك.
ونستكمل الأخبار مشاهدينا الأخيرة، حيث أعربت وزارة الخارجية البولندية عن قلقها من تصعيد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ودعت الخارجية البولندية كافة الأطراف بممارسة ضبط النفس ووقف العنف الذي سوف يكون له عواقب على المنطقة بأكملها، حيث شن الجيش الإسرائيلي منذ أمس هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله. والمزيد من النقاش معي على التليفون الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحياتي لحضرتك. ويعني ربما إسرائيل تصاعد، حزب الله يأخذ دورا يعني مختلفا وهو احتواء هذا التصعيد ويتمسك بورقة وحيدة عنده ربما هي التي الأوحد التي يمتلكها حزب الله الآن، وهي بعد المستوطنين عن المستوطنات. هل مجدي هذه الورقة أستاذ محمد؟ أهلا بحضرتك فندم، أهلا بالسادة المشاهدين. يعني حتى الآن يمكن القول بأن حزب الله لا يمتلك ورقة وحيدة، حزب الله يمتلك بجانب ورقة إبعاد المستوطنين من المستوطنات الشمالية في إسرائيل ورقة التهديد العسكري الذي يمكن أن يمثله لإسرائيل جراء الترسانة التي يمتلكها، على الرغم من الضربات التي تلقاها خلال الأيام الماضية واستهدفت بشكل أساسي منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكها، فإنه لا يزال يمتلك بعض هذه الإمكانيات، لا يزال يمتلك صواريخ بعيدة المدى دقيقة التوجيه يمكن إطلاقها نحو إسرائيل. إذا رأينا الأيام الماضية منذ، لكن بتسليط الضوء على الترسانة يعني العسكرية والقدرات للجانبين تتفوق إسرائيل عليها كثيرا. بالتأكيد بالتأكيد تتفوق عسكريا واستخباريا وتكنولوجيا على النحو الذي ظهر في الضربات الدقيقة التي وجهتها لحزب الله منذ ضربات أجهزة الاتصال يوم 17 و 18 من سبتمبر وصولا إلى اغتيال قياداته وحتى اللحظة الحالية. ولكن لا يعني ذلك أن حزب الله غير قادر على الرد. ربما إذا نظرنا إلى توسع المدى الذي الضربات التي أطلقها حزب الله الأمس واليوم في المناطق الإسرائيلية ربما يكشف ذلك عن أنه لا يزال يمتلك بعض من هذه الإمكانيات والقدرات، ربما يتخذ بعض هذه الإمكانيات لمرحلة لاحقة من الحرب. ولكن هذا لا ينفي أن الكثير من هذه القدرات ربما تعرض لاختراقات وضربات إسرائيلية. مسألة إبعاد سكان أو مستوطني مستوطنات الشمال إسرائيل عن منازلهم والرغبة الإسرائيلية الحثيثة في إعادتهم، ربما هذا ما جعلها أحد أهداف الحرب كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورقة مهمة كذلك يمتلكها الحزب. ولكن هو ما واجهته إسرائيل
ربما بالنزوح مقابل النزوح، وهو ما رأيناه في موجات النزوح الكبيرة من جنوب لبنان إلى مدينة أو العاصمة بيروت تجنبا للضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وبالتالي ربما الأمور تتجه في الأيام القليلة المقبلة ربما إلى مزيد من التصعيد بما يمتلكه الطرفان من إمكانيات. هناك خطأ لحزب الله بإصرار التواجد بين المدنيين، وبالتأكيد هذا يعطي ذريعة أكبر لإسرائيل بأن تستهدف المزيد من الشهداء. كيف يمكن أن نجد حل لهذه النقطة؟ بالتأكيد يعني ما يمتلكه حزب الله من ترسانة عسكرية وقدرات ربما غير معلوم على وجه الدقة بالنسبة للباحثين والمراقبين أماكن تخزينها، ولكنها بالتأكيد في أماكن متفرقة، بعضها في وسط المدنيين، وهو ما يعطي إسرائيل ذريعة لاستهداف هؤلاء المدنيين على النحو الذي ظهر في الحصيلة الكبيرة للشهداء والجرحى منذ الأمس وحتى الآن. مسألة نقل هذه الصواريخ أو الأسلحة والمعدات العسكرية من الأماكن التي يقطن بها المدنيين في الوقت الحالي تبدو صعبة للغاية، خاصة وأن منظومة القيادة والسيطرة والاتصال الخاصة بحزب الله تأثرت إلى حد كبير بعد تفجير أجهزة الاتصال. وبالتالي بالإضافة إلى أن المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تمتلكها إسرائيل داخل لبنان يجعل نقل هذه الأسلحة والمعدات العسكرية في الوقت الحالي عرضة للكشف إلى حد كبير، وبالتالي استهدافها من جانب إسرائيل. على النحو كذلك الذي بدأ من أن كل إطلاق صواريخ من جانب حزب الله يعقبه استهداف إسرائيلي ربما لمنصات الإطلاق، على النحو الذي يهدف إلى تقويض قدرات حزب الله على الغرب. هناك مقاربة شديدة بين يعني حرب غزة وما كان يحدث فيها وبين مستهل الحرب اللبنانية. السؤال هنا، هل نحن ننتظر أو أمام اجتياحا أم توغلا بريا؟ بالفعل أوجه الشبه كثيرة للغاية بين ما يمكن أن نسميه رد الفعل الإسرائيلي تجاه غزة مع الفعل الإسرائيلي تجاه لبنان. إذا ما عدنا إلى 7 و8 من أكتوبر عام 2023 عندما بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة، نجد أن أوجه الشبه كبيرة للغاية. إسرائيل بدأت بقصف جوي عنيف استمر لعدة أيام، وهو ما عقبه لاحقا توغل بري محدود في البداية ثم توسع لاحقا. نجد الآن في جنوب لبنان أن القصف الجوي الإسرائيلي شديد للغاية، يحتمل بشدة أن يعقبه غزو بري إسرائيلي محدود لجنوب لبنان، هو أمر ربما يبدو محتملا للغاية. توسع هذه العملية البرية لاحقا لا يزال محل خلاف حتى داخل الأوساط الإسرائيلية. الإسرائيليون في المستوى السياسي والمستوى العسكري لديهم اختلافات حول توسيع التوغل البري داخل جنوب لبنان. يظل الحد الأدنى المتفق عليه حتى الآن هو التوغل الذي يكفل لإسرائيل إنشاء حزام أمني في الجنوب، يدفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، يكفل عدم إطلاق صواريخ مجددا في جنوب لبنان تجاه المستوطنات الشمالية، وبالتالي إعادة سكان المستوطنات إلى هذه المستوطنات. وبالتالي يظل الهجوم البري الإسرائيلي محتملا بشدة في جنوب لبنان خلال الفترة المقبلة. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد على وجودك معنا. كان بصحبتي الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا. فصل قصير لهذه التغطية، بعد الفصل عودة لحضراتكم. تحياتي مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وما زالت التغطية مستمرة للجديد في الحرب اللبنانية الإسرائيلية. جديد الأخبار هي تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددا من البلدات اللبنانية بتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في الأجواء اللبنانية. كان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قد أعلن في وقت سابق اليوم أن حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية وصلت إلى 500
158 من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحا. وأضاف لا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء تعمل القوى الأمنية على التعرف على هويات أصحابها، ومشيرا إلى أننا وضعنا مسبقا خططا لمواجهة الكوارث، واليوم باتت في موضع التنفيذ ما مكن المستشفيات من القيام بدورها، أو ما كانت المستشفيات قادرة بالتمكين على أداء دورها إزاء العدوان. قالت وزارة الصحة اللبنانية أنه نظرا لتمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحسبا من التطورات، أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض قراره بإقفال جميع حضانات الأطفال حتى نهاية الأسبوع على جميع الأراضي اللبنانية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات التصعيد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وضد شعبه. معي على التليفون الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. حياتي دكتور. أهلا وسهلا بحاجة، تفضلي فندم. أهلا وسهلا. بدء التواصل أو مسألة بدء التواصل مع سكان الجنوب اللبناني دكتور، خوفا طبعا من الضربات الإسرائيلية وهذا التهديد بالتأكيد من إسرائيل، يقول أن إسرائيل واعية للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف، تحديدا في ما يعطي الإمكانية لهم باستهداف المدنيين على شرط إبلاغهم، وهذا ما يحدث الآن. فتطورات المشهد كما تقرأها دكتور؟ هو بالتأكيد طبعا إسرائيل تحاول كحكومة أن تدافع عن نفسها قبل أن تقوم بعملها الإجرامية، لأن هذا السيناريو يتكرر من غزة إلى جنوب لبنان، والتحذيرات بطبيعة الحال لا علاقة لها باتفاقيات جنيف، إنما هي لها علاقة بالأبعاد الأخلاقية والدبلوماسية التي تريد الحكومة الإسرائيلية إظهارها للعالم، تخوفا من المتابعة والتقاضي الدولي. وحضرتك تعلمي أن محكمة العدل الدولية اقتربت من إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، وأيضا الجنائية الدولية التي ستلاحق مجرم الحرب بدءا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأركان ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة التشكيلات العاملة في قطاع غزة. فكل هذه الأمور بتدفع إسرائيل إلى مراجعة نفسها على المستوى الشكل، لكن حجم الذين استشهدوا خلال الساعات الأخيرة يشير إلى أن إسرائيل بتتقدم إلى عمل عسكري تدريجي إلى الوصول إلى إقامة بافر زون في منطقة الجنوب. طبعا هناك سيناريوهات نظرية كثيرة تستطيع أن تعدديها، لكن واقعيا نحن ذاهبون إلى عملية عسكرية في لبنان، وهذه العملية ستكون عوضا عن الإخفاقات الكبيرة التي لحقت بإسرائيل في قطاع غزة. الآن يتحدث نتنياهو إلى الجمهور الإسرائيلي بضرورة عودة السكان الشمال كما تحدث من قبل عن عودة المحتجزين، وبالتالي إذا عقدت مقارنة بين ما جرى في غزة ويجري في لبنان ستجني قواسم مشتركة. وعود للجمهور الإسرائيلي السائر رسائل متضاربة بعودة السكان لمناطقهم وإعادة تسكينهم وغيره في نفس التوقيت الذي يباشر فيه عملياته بصورة أو بأخرى. هناك نظريات طبعا وفرضيات متعلقة بإدارة المشهد العسكري، سواء كان بعملية عسكرية شاملة واجتياح بري، وهذا غير مستبعد بالمناسبة برغم كل ما يتم إنكاره الآن أن هذا لا يحدث، لأنه حدث نفس السيناريو مع غزة. صحيح. وبطبيعة الحال الأمر مختلف، أو القيام بعملية محدودة برية في عمق مناطق الجنوب وإقامة البافر زون في كل اللي هي المنطقة العازلة. في كل الأحوال إسرائيل ستصعد من عملها العسكري خلال الستة أسابيع القادمة، استثمارا في انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات اللي هتجرى، الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل، وسيكون وقتها لكل حادث حديث. الأمور تتغير، تتدحرج نحو عمليات عسكرية في عمق جنوب لبنان. الخسائر فادحة لأنها أصابت عدد من القيادات الميدانية الكبيرة في الحزب، واليوم طبعا هو مستهدف رؤوس النظام بدءا من أمين عام الحزب ونائبه والقادة العسكريين والمدنيين. إذا نحن أمام
مواجهة، ومواجهة حذرة تدريجية ربما ستؤدي إلى عملية عسكرية شاملة. لكن في ظل كل هذه التصعيدات اللي حضرتك ذكرتها دكتور، المعارضة في الداخل اللبناني ماذا تقول؟ ما تحركاتها؟ وهل تستطيع أن تحدث فارقا ولو بشكل يعني أو خلينا نقول اتزان سياسي؟ للأسف هي غير مؤثرة ولن يكون لها دور. حزب الله يصعد بصورة أيضا مقابلة وكأنه يستدعي أيضا الدخول في مواجهة. بالتالي موضوع الداخل اللبناني المأزوم، هناك طبعا تجاذبات كبيرة داخل الخريطة السياسية اللبنانية، والخطورة أن حزب الله، لا أريد أن أقول أنه خطف الدولة اللبنانية بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة وسلطاتها، وبالتالي أصبحنا أمام سيناريو أخشى أن أقول أنه سيناريو صفري مرتبط بالطرفين أو بطرفي المعادلة. الطرفين الجانب الإسرائيلي وحزب الله لا يريد مواجهة بالفعل، ولكن الأمور تمضي إلى هذه المواجهة. إسرائيل تريد أن تخرج من حالة الإخفاق والتأزم الداخلي في غزة والفشل الكبير في إتمام أي أهداف كبيرة، صرف النظر عن تواجدها في القطاع واحتلالها للقطاع وتعيين حاكم مدني وإقامة كانتونات وبلوكات داخل القطاع والاستمرار في الممرات، لكن في النهاية لم تحقق أهدافها الكبرى، لم تفرج عن المحتجزين ولم تصل فيهم ولم تحررهم ولم تصل إلى القيادات الرئيسة في حركة حماس. إذن تريد أن تعود هذا على جبهة الشمال، وكأنها تريد أن تقنع الجمهور الإسرائيلي أن إسرائيل تواجه 7 جبهات. نتنياهو يوم الأربعاء المقبل سيطل على المجتمع الدولي في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي خطابا سيحمل كثيرا من الأكاذيب والمزاعم مثلما فعلها في الكونغرس كما تذكري، وبالتالي سيذهب هناك يقول أن إسرائيل تواجه 7 جبهات يوم الأربعاء المقبل في كلماته المتوقعة أمام الجمعية العامة، وأنه يقوم بحرب دفاعا عن وجود إسرائيل وليس حدود إسرائيل. القضية بالنسبة له سيقول أن القضية قضية وجود وليس حدود، وبالتالي إسرائيل تواجه حروبا وصراعات على 7 جبهات تتطلب بالفعل التعامل من هذه الزاوية وهذا القصد. فيما يخص الموقف الأمريكي اليوم، جو بايدن يدعو لحلول دبلوماسية ويحذر من حرب شاملة، ما الحلول الدبلوماسية المطروحة في هذا المشهد المعقد، ولماذا لا تكون الولايات المتحدة شريكا حتى في هذه الحلول؟ كما تعلمي الولايات المتحدة اكتفت بالتصريحات وكان يمكن أن تترجم الأقوال إلى أفعال، ولكن الإدارة الأمريكية إدارة متواطئة مع الجانب الإسرائيلي بصرف النظر عن حجم الخلافات والتباينات في المواقف بالنسبة لغزة وبالنسبة لبنان. الوسيط الأمريكي كما تعلمي فشل في أن يضغط وفشل في أن يمارس دور وسيط مباشر في هذا الإطار، وبرغم أن الإدارة الأمريكية الحالية يعني بصورة أو بأخرى لا تريد مواجهة مع إيران، وهناك بطبيعة الحال اتصالات غير مباشرة من بعض الأطراف الإقليمية، لكن في النهاية الولايات المتحدة هي من منحت إسرائيل شيكا على بياض الاستمرار في المواجهة حتى هذه اللحظة. ولا أريد أن أتحدث هنا في 20 مليار دولار التي منحتها لإسرائيل و3.5 مليار من المنظمات التطوعية، بالإضافة إلى صفقات السلاح التي وقعها بلينكن تحت بند الطوارئ وليس وزير الدفاع دفاعا عن أمن إسرائيل. تستطيع أن تجمعي أستاذ رغدة على العديد من الإجراءات والتدابير التي لجأت إليها الولايات المتحدة لدعم إسرائيل، وبالتالي تكتفي الإدارة الأمريكية فيما تبقى لها في البيت الأبيض لعبارات يعني تدعو إلى وقف إطلاق النار وعدم المساس بالمدنيين وغير ذلك، ومع ذلك هي كما أشرت حضرتك طرف متواطئ ومتضامن مع الجانب الإسرائيلي. ماذا عن الموقف الإيراني؟ هل غموض الموقف الإيراني يشجع ربما من وتيرة التصعيد الإسرائيلي، ولا هو غامض أصلا؟ هو ليس غامضا، هو واضحا للغاية أن إيران لا تريد مواجهة مع إسرائيل صرف النظر عن التصريحات العبثية التي أطلقها الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في الأمم المتحدة خلال الساعات الأخيرة. الموقف الإيراني موقف واضح أنه لن يدخل في حرب أو مواجهة مع إسرائيل، كما أن إسرائيل لا تريد حرب مع إيران وتكتفي بإدارة حروب الظل، وحروب الظل غير مكلفة بالنسبة لإسرائيل في هذا الإطار. ولا تنسي حضرتك أن إسرائيل استهدفت علماء ومنشآت نووية وقامت بعمل تخريب داخل المنشآت النووية، ودخل عملاء الموساد داخل شهر وأصفهان ونتنزه حصر. لكن مكلفة لحزب الله، لماذا يضحي حزب الله بنفسه لحماية إيران؟ مكلفة لأنه بطبيعة الحال حزب الله هو جبهة الإسناد الرئيسة، أحد الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى
القيام بحرب ضد حزب الله هو فصل وفك الارتباط بين جبهة الإسناد الرئيسية حزب الله مع قطاع غزة أو مع غزة في هذا التوقيت. هو أحد الأسباب الرئيسية، ربما الفصائل العراقية والفصائل الموجودة في سوريا يعني إمكانياتها محدودة، لكن هو يريد نتنياهو فصل جبهتي الإسناد سواء من الحوثيين في الجنوب وأيضا حزب الله. إذا نجح في هذا فسيكون نجاحا مباشرا. حتى هذه اللحظة إسرائيل يا سيدتي تنتظر ردود من الحوثيين على بعض المنشآت الإسرائيلية سواء في الشمال وفي المناطق الاستراتيجية. وحزب الله طبعا كما تعلم يوجه إلى خريطة استراتيجية، يعني وجه صواريخه إلى المنشآت الصناعية وعدد من المصانع والشركات وغيره، لكن في النهاية تم التعامل معها وفق منظومة دفاعية متكاملة ونجح في التعامل معها بهذه الصورة غير المسبوقة. إذن نحن أمام واقع جديد، واقع استراتيجي قائم على فكرة الردع والردع المقابل. الخطورة أن تحدث المواجهة المكلفة بصورة سريعة في هذا التوقيت. على كل حال التقديرات تشير بأننا على يعني سنظل أيام على وتيرة هذا التصعيد، يعني على شاكلة ما شاهدناه أمس واليوم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. ختاما مشاهدينا بهذا الهاتف نصل لختام هذه التغطية، شكرا لمتابعة حضراتكم، تقبلوا تحياتي أنا رغدة بكر وتحية فريق العمل، على رأس الساعة تلتقون الزميل محمد الرميحي، شكرا للمتابعة.